السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. خلال زيارة لبورسعيد، وزير التجارة يؤكد قرب الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية. وزير التربية والتعليم يؤكد أن وزارته تستهدف تغيير النظام التعليمي لتخريج جيل مؤهل فنيا وتكنولوجيا. نشرة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة من ألايف، أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومتابعة نتائجه بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة معدل النمو الاقتصادي. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير المالية عمرو الجرحي، وذلك بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجاك، وجه الرئيس بالتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية بما يسهم في تخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلا والأكثر احتياجا. وخلال الاجتماع عرض وزير المالية تقريرا تفصيليا بشأن نتائج زيارته لواشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. كما عرض وزير المالية عددا من مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني التي تؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين. قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل إن الوزارة ستنتهي من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الأسبوع المقبل. وخلال زيارة لبورسعيد أكد قابيل أن المحافظة تمتلك إمكانيات وطاقات هائلة تمكنها من التحول إلى مركز صناعي ومحور استراتيجي مهم. طرحنا في خلال الفترة الأخيرة أراضي صناعية في جنوب الرصف بورسعيد، الأرض اللي كانت تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية، وطرحنا المجمعات للصناعات الصغيرة، المجمعات الجاهزة بالتراخيص، ودي يمكن خلص أكثر من 80% منها. أنا عارف أن ثمنها غالي نتيجة الأرض. إحنا كنا بنتكلم مع سيادة المحافظ ومع السادة أعضاء مجلس النواب بحيث نقدر نشوف إزاي نفتح منطقة تانية صناعية. هنشوف طبعا ولاية الأرض والحاجات دي ونحاول نعملها بأقل التكلفة على أرض ما تكونش فيها نفس المشكلة اللي احنا قابلناها في جنوب الرصوة. وزير التجارة والصناعة كشف أيضا عن عقد اجتماع قريبا مع الجانب الروسي للإسراع في تدشين المنطقة الصناعية الروسية في محور تنمية قناة السويس. احنا حاليا في المفاوضات الأخيرة على ايه هي الميزات اللي هتاخدها هذه المنطقة دي هتبقى منطقة كبيرة وهتبقى زي مدينة صغيرة، هيكون فيها سكن، هيكون فيها صناعات، وأغلب الصناعات اللي هتكون فيها غالبا هتكون صناعات ثقيلة، منها تصنيع جرارات زراعية، منها تصنيع عربيات نقل، منها يعني احنا متفقين على ايه هي المشاريع. وبإذن الله يعني قريبا هيكون في اجتماع في روسيا لتفعيل بداية المرحلة الأولى من هذا المشروع. عقدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا المؤتمر الدولي العاشر لتكنولوجيا الخرائط المحمولة والتنمية المستدامة. وأوضح المشاركون في المؤتمر أن المشروع يمس كل مشروعات التنمية ويسهم في إنجازها. تحت عنوان الخرائط المحمولة والتنمية المستدامة، نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المؤتمر الدولي العاشر تحت رعاية السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وبحضور عدد من الوزراء. استخدام الموبايل مابينج في موضوعات التنمية، احنا اليومين دول في أشد الاحتياج، عندنا مشروعات تنمية كبيرة ومحتاجين لهذه التكنولوجيا عشان نستفيد بيها. الحضور الدولي لهذا المؤتمر حضور جيد جدا، الجهود بتاعت الأكاديمية لتنظيم هذا المؤتمر واضحة تماما. حقيقة شايف المؤتمر ده فيه مواضيع في منتهى الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة في مجال النقل، اللي هي إن شاء الله اللي هي فيها تفعيل دور التكنولوجي أو التكنولوجيا الحديثة في جعل الأنفاق سمارت أو أنفاق ذكية،
الكباري تبقى كباري ذكية، الطرق وتخطيطها وتأثير الموضوع المؤتمر على تخطيط الطرق الذكية. تطبيقات الخرائط المحمولة ومعالجة الصور الرقمية من المحاور التي يركز عليها المؤتمر في حضور مجموعة من الباحثين. أنا سعيدة بمشاركة مش بس الأساتذة والخبراء الأجانب في هذا المؤتمر، ولكن أيضا سعيدة بمشاركة أبناء الوطن في الخارج من الأساتذة والخبراء والباحثين في الجامعات الأجنبية. التكنولوجي دي والتنمية المستدامة بنتكلم فيها في مجال النقل، في مجال السياحة، في مجال الزراعة، في كل دي محاور موجودة في هذا المؤتمر، وكيف يمكن الاستفادة من هذه التقنية في كافة المجالات بشكل علمي. إلقاء الضوء على أهم الأبحاث والدراسات المرتبطة بتكنولوجيا الخرائط المحمولة هدف أقيم من أجله المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في مصر. جيرمين إبراهيم، أون لايف. نظم معهد التخطيط القومي مؤتمرا دوليا حول دور التعليم في دعم التنمية المستدامة تحت عنوان نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة في مصر، وذلك بغرض تحسين جودة وإسهام التعليم في دفع عجلة التنمية وتعزيز استدامتها بمصر. وفي لقاء مع أون لايف عقب المؤتمر قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن مشاكل من العملية التعليمية في مصر هي عدم تحديث المناهج وعدم مواكبتها للعصر. المشاكل الأساسية اللي بتواجهنا إنه عدم تحديث المناهج التعليمية وعدم واجبتها الحقيقة للعصر اللي احنا فيه، وده احنا بنشتغل فيه، والمحور الأساسي فيه الحقيقة هو المعلم. يعني المعلم هو المحور الأساسي في العملية التعليمية. ففي النهاردة مع إتاحة فصول جديدة، مع إتاحة مدارس جديدة، هناك أيضا استثمار في المعلم نفسه، في المكون التكنولوجي اللي بيتدرب عليه. من ناحيته قال وزير التربية والتعليم الفني طارق شوقي إن الوقت حان لتغيير نظام التعليم وتزويد أبنائنا بالمعارف المطلوبة للانتقال لمجتمع التعلم وتخريج جيل متعلم ومؤهل فنيا وتكنولوجيا. التعليم القديم استنفذ أغراضه، أصبح لا ينتج، مش بس في مصر، العالم كله ما هو مطلوب. فدي مش بدعة ولا حاجة، ده حان الوقت إن احنا نغير نظام التعليم إلى نظام يعتمد على زيادة الاستثمار في مجال التعليم، تزويد أبنائنا بالمعارف المطلوبة، تنمية قدراتهم التنافسية، توفير بيئة مدرسية آمنة، مجتمع متماسك، الانتقال إلى مجتمع التعلم، وصولا إلى جيل متعلم متدرب قادر على التفكير، يتمتع بشخصية متكاملة، مؤهل فنيا وتقنيا وتكنولوجيا، فضلا عن كونه مواطن معتز بذاته، مستنير، مبدع، مسؤول وقابل للتعددية، يحترم الاختلاف ويقبل الآخر. قال عضو لجنة الشؤون الدستورية التشريعية بمجلس النواب عبد المنعم العليمي إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدم به أحيل للجنة الاقتراحات والشكاوى وسيناقش قريبا. واعتبر العليمي أن مشروع القانون سيحقق التوازن بين المالك والمستأجر ويعيد النظر في القيمة الإيجارية. وأشار إلى أن المشروع مكون من 6 مواد وتقوم فلسفته على التحكم في امتداد العقد بين المؤجر والمستأجر. وفي سياق متصل قررت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية المادة 43 من القانون الخاص بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والمعروف بالإيجار القديم. ورفضت المحكمة الدستورية العليا 5 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون التظاهر، كما حجزت الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة رقم 375 مكرر والمعروفة بمادة البلطجة والترويع من قانون العقوبات، حجزتها للحكم في جلسة 3 يونيو المقبل. والآن إلى إطلالة علوية على مدينة طنطا، وهي عاصمة محافظة الغربية وتبعد 93 كيلومترا شمال القاهرة، فلنتابع.
النشرة ما زالت متواصلة مع حضراتكم وتتابعون فيها بعد الفاصل. بسبب الإقبال الكبير معرض فيرنكس للأثاث يمد مواعيد عملي ساعة إضافية قبيل الاختتام. أهلا بكم من جديد وإلى استكمال النشرة مرة أخرى. أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم جلسات محاكمة رئيس المعزول محمد مرسي و24 متهما آخرين في قضية إهانة السلطة القضائية، وذلك إلى جلسة 30 من سبتمبر للنطق بالحكم. واستمعت المحكمة خلال الجلسة لمرافعة دفاع مرسي والمتهمين الآخرين. هذا وتستكمل المحكمة محاكمة 67 متهما بينهم 51 محبوسين باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات. ويواجه المتهمون عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف في أحكام القانون الغرض منها هو تعطيل الدستور والقوانين. وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في وحيازة وإحراز أسلحة نارية. قررت جنايات الجيزة تجديد حبس قابول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك ومتهمين آخرين بالإضرار وبالاقتصاد القومي والانضمام لجماعة أسست بالمخالفة للقانون. كما قررت المحكمة تجديد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات. كما قررت المحكمة تأجيل محاكمة 44 متهما في القضية المعروفة أعلاميا بتنظيم أجناد مصر، وذلك للغد لاستكمال مرافعة الدفاع. يواجه المتهمون في القضية تهم ارتكاب جرائم إرهابية وزرع عبوات ناسفة مستهدفين العديد من الارتكازات الأمنية وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية. أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 3 مسؤولين بالضرائب إلى المحاكمة التأديبية لأنهم خالفوا القواعد والأحكام المالية المعمولة بها، ما أدى إلى الإضرار بمصلحة الدولة المالية. وكانت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة الهيئة قد كشفت عن تقاعس المتهمين عن اتخاذ إجراءات فحص ملف ضريبي ما ترتب عليه سقوط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها وإهدار 25 مليون جنيه على الدولة. أعلنت وزارة الداخلية مقتل عنصرين إرهابيين بعد مطاردة وتبادل لإطلاق النار على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي. أوضح بيان الداخلية أنه عثر بحوزة الإرهابيين على بنادق آلية وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة. وأشارت الداخلية إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات ونقل الجثتين لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الواقعة. أعلنت وزارة الداخلية القبض على أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة تهريب أجهزة بث مباشر لصالح قناة مكملين الإخوانية، علاوة على تهريب أجهزة تمرير اتصالات دولية من تركيا إلى داخل البلاد. واعترف المضبوط بتهريب تلك الأجهزة وحصوله عليها عبر شقيق زوجته الذي يعمل معد برامج بالقناة. هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا. نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إحباط محاولة جلب وضبط نصف طن من مخدر الحشيش وضبط القائمين عليها عبر ميناء الدخيل البحري بالإسكندرية قبل ترويجها داخل البلاد، حيث أكدت التحريات قيام عناصر تشكيل عصابي متخصص في مجال تهريب المواد المخدرة بتهريب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش بداخل حاوية على متن سفينة قادمة من إحدى الدول العربية لصالح إحدى شركات الاستيراد والتصدير وإخفائها ضمن مواد غذائية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق. بمناسبة شهر التوعية بمرض التصلب المتعدد أشهر الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي وتفقد المريض القدرة على الحركة، تسعى مؤسسات أهلية للتعريف بالمرض وحقوق المرضى في الحصول على العلاجات الحديثة وخدمات الرعاية الصحية. وتشير الأرقام أن هناك ما بين 20 إلى 40 ألف مصاب بهذا المرض في مصر. التصلب المتعدد أو MS من أكثر الأمراض شيوعا التي تصيب الجهاز العصبي المركزي، وحتى يومنا هذا لم يعرف السبب وراء المرض. ويعمل الباحثون حول العالم لكشف السر، فيعد التصلب العصبي المتعدد أحد الأمراض العصبية المزمنة، وغالبا ما يتم تشخيص الإصابة به في المرحلة العمرية المتراوحة ما بين 20 و40 عاما، وهو أكثر شيوعا لدى النساء. ويعتقد الكثير من الأشخاص أنهم سيتوقفون عن ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بمجرد تشخيصهم به، لكن الأطباء يؤكدون أنه يمكن للمصابين
الاستمرار في ممارسة حياتهم ومباشرة أعمالهم بشكل طبيعي. يعني أغلبنا أصلاً لسه كان متخرج من الجامعة، ما عندناش أصلاً ولا اشتغلنا ولا أصلاً نعرف حاجة، وصلنا من المرض من 20 سنة ل40 سنة على خريج كمبيوتر ساينس، خريج إنجلترا أو خريج أمريكا، وكنت بشتغل وبدرس في نفس الوقت. ما أعرفش طبعاً المرض إذا كان جالي كارهاق، يعني ما أعرفش بصراحة، لأنه أصلاً ما تحددش السبب زي ما قلت لحضرتك. وفي إطار تعريف الناس بمرض التصلب المتعدد، قام مجموعة من المصابين بمرض التصلب المتعدد في مصر بإنشاء جمعية للمرضى، مؤسسة من المرضى نفسهم، لشعور بحاجة المرضى وذويهم إلى خلق قناة اتصال فيما بينهم وقناة اتصال مع الأطباء من أجل تحسين الخدمة الطبية المقدمة إليهم. فكرة الجمعية في البداية أقيمت على أساس أن احنا كنا بنحاول نلم شمل المرضى، ده كان أول هدف رئيسي لينا، وفعلا الحمد لله نجحنا في كده. كنا ابتدينا تقريبا بثلاثة مرضى، أصبحنا بعد كده 500 على مدار السنين، وحاليا دلوقتي لا يقل عن 10,000 مريض موجودين على الجروب بتاعنا. الحمد لله وفقنا ان احنا نجيب الدواء ببلاش خالص عن طريق التأمين، وبعض الأدوية عن طريق أو معظم الأدوية عن طريق نفقة الدولة. دي حاجة طبعا ما كانتش موجودة قبل كده، والعلاج كان مكلف جدا، لأن الأمأس لحد دلوقتي ملوش علاج شافي، كله بيبقى علاج للأعراض أو مثبطات للمناعة. وأفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معدل الإصابة بالتصلب المتعدد MS يقدر بثلاثة أشخاص من كل 100,000 شخص. وفي مصر يتراوح عدد الإصابات بهذا المرض من 20 إلى 40,000 مصاب. شهد معرض فيرنكس للأثاث إقبالا كبيرا من الزائرين هذا، وقد أعلنت إدارة المعرض مد موعد العمل ساعة إضافية نظرا للإقبال الكبير، حيث من المقرر أن يختتم عروضه اليوم. مستهدفا تنشيط الصناعة المحلية والتأكيد على أهمية المنتج المصري وجودته في مقابل المنتج الأجنبي، معرض فيرنكس أند ذا هوم ساعات قليلة، وستنتهي فعاليات المعرض في إطلالته الجديدة المقام على أرض كايرو فيستفال سيتي مول بالتجمع الخامس. أنا جاية بزور المعرض النهاردة عشان بجهز بنتي ومحتاجة لها فرش البيت كله، فبتفرج لسه باخد فكرة يعني. والله أنا في المعرض ده بالذات لاقي فيه خصومات أكتر من المعرض اللي كان قبله في أرض المعارض، وشايفة الخامات برضو في حاجات أحسن، بس لسه ما كملناش الموضوع كله يعني، لسه ما لفيناش للباقي. بصراحة منتجات جميلة جدا، وكفاية ان هي صناعة مصرية توازي اي صناعة اوروبية، بصراحة جميلة جدا. المعرض يقدم فرصة حقيقية لفتح افاق جديدة للصادرات في قطاع هام من القطاعات الواعدة للصناعات المصرية، وهو قطاع صناعة الأثاث. اللي بيميز المرة دي ان هو المعرض السنة دي في كايرو فاستيفال، فطبعا في اقبال اكبر من الناس تحضر مول يعني، ففي اوريدي كده كده ترافيك على مول. احنا المرة دي واخدين مساحة كبيرة في المعرض الحمد لله، عشان نعرض كل المنتجات بتاعتنا بنسبة كبيرة. حاطين فين عارضين المره دي ابواب كتير، حاطين ابواب داخليه وخارجيه مودرن وكلاسيك علشان تناسب الاذواق بتاعت الناس كلها. مع قدوم المعرض وكده واحنا نزلنا فيه، فاحنا بنسعى ان احنا نقدم اسعار مخفضه شويه ببعض التخفيضات في خلال ايام المعرض، وبرده في بعض التخفيضات على بعض المنتجات لحد اخر الشهر. يعمل المعرض على الترويج للتجارة الداخلية بين المستهلكين المحليين، وكذلك زيادة الوعي لدى المستهلك بالمنتجات المصنعة محليا ذات الجودة العالية والسعر المناسب. إبراهيم عزت، أونلاين. عقد المؤتمر السنوي الدولي للمتحف المصري الكبير عن توت عنخ آمون في دورته الثالثة بمشاركة 12 عالم أثار أجنبي من 6 دول، ويستمر حتى 8 من مايو الجاري، وذلك بمقر وزارة الأثار. مع اقتراب موعد افتتاح قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير، عقد المؤتمر السنوي الدولي للمتحف المصري عن توت عنخ آمون في دورته الثالثة برئاسة الدكتورة فايزة هيكل، وذلك لمناقشة الأوراق البحثية والمحاور الرئيسية لهذا العام، وهي البقايا الأدمية والأثاث المكتشف في مقبرة الملك. الحقيقة مؤتمر المتحف المصري الكبير عن الملك توت عنخ آمون
أثبت نفسه على الخريطة العالمية للمؤتمرات. اليوم الأول بيدور حول الأثاث الجنائزي للملك توت عنخ آمون. اليوم الثاني سيبدأ بتجارب المتاحف الكبيرة برلين واللوفر. أما اليوم الأخير فسيركز على أعمال الترميم والصيانة. وشارك في هذا المؤتمر 12 عالم أثار أجنبي من 6 دول من ضمنهم فرنسا وألمانيا وأسبانيا للحديث عن تاريخ توت عنخ آمون وعرض تجارب متحفي برلين واللوفر بألمانيا وفرنسا. هذا مؤتمر هام جدا بالنسبة لمصر وعلم المصريات، لأن كنز توت عنخ آمون معروف جدا. نحتاج العديد من الخبراء ليعملوا معنا، فمصر تتعاون بشكل جيد مع كل الشركاء من كل أنحاء العالم، وهذا بالضبط ما يحتاجه هذا الكنز العظيم. إنه من الرائع حضور المؤتمر السنوي الثالث لتوت عنخ آمون، لأنه من المهم أن نركز بشكل علمي على هذا التراث العظيم. ولقد تجمعنا للحديث عن الأساس والبقايا الأدمية وكل ما يتعلق بنقل المتعلقات إلى المتحف المصري بالتحرير. علاقتي بمدير المتحف المصري كزميلة من متحف آخر، ولدي الخبرة في نقل المتاحف، ويمكنك أن تتخيلي مدى روعة هذا الأمر. وترجع أهمية المؤتمر إلى الاستفادة من نتائجه في أساليب العرض المتحفي وسبل الصيانة والترميم لأثار المتحف المصري الكبير. نسمة شفعي، أونلاين. وختاما لهذه النشرة عليكم تذكرة بعناوينها: السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية. خلال زيارته بورسعيد، وزير التجارة يؤكد قرب الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية. وزير التربية والتعليم يؤكد أن وزارته تستهدف تغيير النظام التعليمي لتخريج جيل مؤهل فنيا وتكنولوجيا. إلى هنا مشاهدينا أصل معكم إلى ختام نشرة الخامسة مساء لهذه الساعة الإخبارية، وعلى رأس الساعة يتجدد اللقاء في خدمة إخبارية جديدة. إلى اللقاء.